رجعنا لكم مرة تاني في كلام البنات، ودلوقتي هنتكلم عن الفيمينست أو النسويات واللي اتقلبت الدفة أو دفة الهجوم عليهم في الفترة الأخيرة بشكل كبير. وبعد ما كان مجتمع السوشيال ميديا متقبلهم بشكل كبير وفرحان بيهم قوي قوي، بدأ ينقلب عليهم ويهاجمهم. خلونا ندخل في الموضوع على طول، يعني هل فعلا الفيمينست بيدافعوا عن حقوق المرأة ولا خربين بيوت؟ هل بتنطبق أو بيطبقوا نصايحهم للبنات والستات على نفسهم ولا باب النجار مخلع؟ يعني في المقابل في رأي بيقول إنه لولا الفيمينست ما كانتش المرأة خدت حقوق كتير الفترة اللي فاتت. خلاص أوكي، عموما خلينا نناقش الموضوع من وجهات النظر المختلفة مع ضيفاتي الموجودين معايا النهاردة في الاستوديو، الإعلامية نهلة عامر والكاتبة جهاد التبعي و الأستاذة نهى المأمون مؤسسة مبادرة هي والمجتمع. أستاذة نهلة ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ انا فرحانة جدا وسعيدة جدا انا معاكي النهاردة، وانا سعيدة بيكوا جدا جدا لانه هنتكلم في موضوع يهم انه الناس تعرف تفاصيل اكتر عنه. جهاد اهلا بيكي. اهلا بيكي، ازيك؟ نهى ازيك؟ اهلا بيكي. طبعا احنا النهاردة بنتكلم عن الفيمينست او النسويات اللي هم ليهم المفروض دور مهم جدا في حياتنا او في حياة كل مرأة، ان هم دايما بيبقى صوتهم عالي علشان يقدروا ينادوا بحاجات احنا ناقصانا عايزين نكملها بشكل او باخر. فخليني ابدا معاك يا نهى واسالك، هل فعليا النسويات ليهم دور مهم جدا وبيطبقوا النصائح اللي بينصحوا بيها الناس على نفسهم؟ بصي، لو بتتكلمي على النسويه نفسها از فيمينزم، أيوة. المفروض ان انت بتدعمي المراه وبتمكنيها مجتمعيا وسياسيا واقتصاديا، وبتحاولي تحاربي التمييز العنصري ضدها او الجندري على حسب نوعها الاجتماعي، بتحاولي تنهضي العنف اللي بيمارس ضدها، ده النسويه الاصليه. انما مؤخرا لو قلتي من اخر التسعينات لدلوقتي، النسوية خدت شكل شوي اكتر، ابتدت تاخد دفة العداء للرجل، مع ان ملهاش علاقة خالص ان انا ابقى بدافع عن حقوقي وبطالب بحقوقي وابقى عدوة للرجل او هامش الرجل، او انا احاول ابقى رجل بشنب وده مش مطلوب مني ابقى كده. مؤخرا في حصل كذا وقع، انا بدون ما اذكر حاجات يعني، بس كذا وقع بتثبت قد ايه في ازدواجية عند بعض النسويات. ما بحبش اعمم يعني، نظريه التعميم خطا، يعني ما فيش حاجه كل القاعده بتاعتها صحيحه وما فيش حاجه كل قاعدتها خطا، بس ابتدوا يبقوا بيتعاملوا بازدواجيه، يعني تيجي صاحبتها تسالها عندها مشكله مع خطيبها، عندها مشكله مع زوجها، اي حاجه، لا سيبيه، لا بلوك، لا مش عارف، تبدا تنصحها بالانفصال. بالظبط، مع ان هي نفسها لو دورتي هي في بيتها ممكن تبقى ما بتقدرش حتى تتناقش مع جوزها، فدي ازدواجيه. دي ازدواجيه طبعا طبعا، يعني اكيد، وعشان كده هو الهجوم بدا فعليا على النسويات، غير المبدا اللي انت المفروض بتنادي بيه. صحيح. جهاد، ايه رايك في الكلام اللي بتقوله استاذه نهى؟ بصي انا معاها جدا، بس ساعات الازدواجيه دي ما بتبقاش ازدواجيه بجد، يعني ساعات انا ممكن انصحك بحاجه انا شايفاها صح بس انا مش قادره اعملها لنفسي. طب يبقى في اجيب القوه منين اذا كانت صاحبه النصيحه ما عندهاش القوه انها تطبقها؟ مش شرط كلنا نكون اقوياء، هي دايما احنا بنبص للفيمينست دي ان هي لازم تبقى المراه الحديديه، ممكن ما تبقاش المراه الحديديه، مش لازم طبعا، ممكن فيمينست تقبل غصب عنها ظروف هي مش قادره تطلع منها، بس شايفاكي انت تقدري تطلعي منها، يعني ممكن يكون عندها مشاكل ماديه او اقتصاديه تخليها ما تقدرش تتطلق، بس لو شايفاكي انت مستقله اكتر منها وتقدر تقولي لك اتطلقي لو جوزك خانك او بيهينك او بيضايقك. يعني ممكن تكون هي لسه ما عندهاش القدره انها تاخد القرار، لكن ممكن تنصحي بالصح، يعني تنور لك طريقك. بالظبط، تناقض الشخص نفسه مش بيخل بالقضيه، يعني هي ممكن تقول لك الصح في القضيه بس هي نفسها متناقضه. طب لا، انا مع دور النسويه في دعم المراه، لان في ناس كتير جدا وستات كتير جدا ما بتعرفش تاخد حقوقها، يمكن ما عندهاش اصلا درايه بحقوقها فتتكلم عنها، فايه المشكله حتى لو هي بتقول ان هي انا بنصح صاحبتي؟ الست ذكيه جدا يا ساره، فاهماني؟ يعني ده بيقول لك ذكاء الطفل من ذكاء الست ذات نفسها، يعني من ذكاء امه، فالست الذكيه دي جدا ممكن تقدر تفرق انا ايه اللي هاخده من النصيحه ديت هيفيدني وايه اللي مش هيمشي معايا او هيبوظ الدنيا فمش هعمله. فلا طبعا، ولولا النسويات اللي هو موجودين دلوقتي ما كناش خدنا يعني عدلنا قوانين في الـ في في في, الـ في القانون الاسره، ما كناش وصلنا لمراتب معينه في الوزارات وفي الحكومات وفي الشغل، ما كانش صوتنا طلع. لا طبعا مهمه جدا دور، بس انت مش شايفه انه يعني من الظلم انه يتم اختزال المكتسبات اللي حصلت عليها المراه مؤخرا سواء في قوانين او حقوق او مناصب، فانه هي بترجع للنسويات و
ودعمهم الدائم للمرأة؟ بص يا سارة، المرأة صوتها عالي لما الراجل كتم الصوت زيادة عن اللزوم، فاهماني؟ يعني ابتدت، شوفي من كام سنة الست بتستحمل، وبتستحمل حاجات كتير، وبتستحمل ضغط الراجل عليها في البيت، وبتستحمل ان هي ممكن تتأثر اقتصاديا، وان هي مثلا الراجل ده ما يصرفش عليها مثلا علشان هو بيعاندها. يعني انت شايفة انه الوطن او الشعب او الدولة ما كرمتش المرأة او ما اسندتش ليها مناصب وطوعت ليها حقوق وقوانين الا بفضل الفيمينست او النسويات؟ لا طبعا، انا شايفه ان احنا معانا رئيس، ربنا يخليه لنا يا رب، رئيس السيسي داعم للمراه بشكل غير طبيعي. يعني مش عايزه اقول لك، انت لو صنفتي كده هتلاقي كل، ويمكن من جميع الاجيال، سنهم كبير، جدود وامهات ومن سننا، كلنا بنحب ان هو بيسمعنا. يعني كان عامل مرأة، عامل يعني مش بفضل المرأة. النسويات يعني، ما هو ده، ما هو لازم الفكره ان في راجل نسوي، ما هو لازم بيدي الفرصه، هو اللي سمح بده، سمح ان الصوت ده يطلع ويظهر، والناس والستات تتكلم وتعبر عن حقوقها وعن طلباتها. لو انت ما حدش بيديكي الاجري، يعني الاجريمنت او الجرين لاين ده، مش هتعملي ده، هتبقي كشه وقاعده في مكانك. لكن هو قال لا، هو السماح ثم الظهور. بالظبط، تمام. ومع الكلام ده يا نهى، شايفه انه النسويات فعليا ليهم الفضل، او الفضل يرجع لهم في المكتسبات اللي حصلت عليها المرأة؟ اللي مؤمن بالنسويه او تمكين المراه رجل وامراه، مش الست بس. في رجاله كتير في المجتمع المدني، بحكم ان انا شغلي في المجال ده في المجتمع المدني، داعمين جدا لملف تمكين المرأة. ولو بتتكلمي مش النسويات بس، الدولة نفسها دعم ده، بدليل ان احنا النهارده عندنا 8 وزيرات، ما ده تمكين للمرأة. طبعا عندنا يعني في محافظة سيدة، ما ده تمكين للمرأة. صحيح. مش بس النسويات او المبادرات الصغيرة اللي اشتغلت على التمكين السياسي او المجتمعي هي اللي جابت الحق ده. المشكلة دلوقتي ان الموضوع قلب لشو، النسويات دلوقتي بقوا واخدين، طبعا مش كل، وهو ده الهموم اللي مؤخرا بدا يطول. في شريحه معينه ماشيين الموضوع بشكل، بس احنا ساره اذكياء جدا، احنا بنعرف نفرق بين اللي بيعمل شو. لا مش كل، احنا لازم نعرف بقى، يعني اللي في البيوت ذكيه جدا، هي قاعده حتى بتتفرج على التلفزيون. مش كل للاسف، لان انا بقلب ده شو ولا ده فعلا رساله من القلب. هنعرف منكم بعد ما نروح للتقرير اللي جاي ده، ازاي اقدر افرق ما بين النسويه وما بين المدعيه. هنعرف ده على طول بعد الفاصل، بس نشوف رأي الناس في الشارع. هل انتوا شايفين انه جروبات الستات والنشطات في حقوق المرأة ساهموا بشكل كبير في خراب البيوت ولا لا؟ تعالوا نشوف الفاصل ونرجع مرة تانية. جروبات ونشاطات حقوق المرأة ساهمت في خراب البيت، ساهمت في خراب البيت، وده لأن الراجل الشرقي مش متعود على فكرة حقوق المرأة، هو متعود على فكرة سحل المرأة أكتر. لا، ما ساعدتش على خراب البيوت ولا أي حاجة. الجروبات ديت بتساعد إن هي لحقوق المرأة وما بتهدمش البيت ولا أي حاجة، طالما في تفاهم بينهم هما الاتنين خلاص. الجروبات دي بتخرب البيوت، كل واحدة وحسب إزاي بتاخد المواضيع دي، تاخد الجروبات دي والنصايح دي، وإزاي إن هي إيه بتنفذها. لا، ما خربتش بيوت ولا أي حاجة، ده بالعكس، دخلت العلاقه بين الزوج والزوجه كويسه، ساعدت على خراب بيوت كتير جدا. الست مالهاش الا بيتها وجوزها، ده في المرتبه الاولى. في ناس اتخرب بيتها، في ناس ما اتخربش بيتها. لا، ما ساعدتش على خراب البيوت ولا حاجه. في طبعا ستات كتيره او سيدات كتيره جدا عندهم برضو، عندهم نسبه الثقافه مش اوفر قوي او مش عاليه، فمحتاجين ان هم التوعيه، محتاجين لثقافه، محتاجين لارشاد، ان حد دايما يرشدهم. يعني طبعا هي اثرت على البيت، اثرت على تربيه الاولاد، على استقرار البيت في حاجات كتير، لكن هي في نفس الوقت نبهت المرأة لحقوقها كزوجة. بيبقى في ناس كتير جدا جوازها مش متفاهمين الكلام ده، بتحصل خراب بيوت في بيوت كتير جدا. دي حاجة ما خربتش بيتها ولا حاجة، ده بالعكس لازم دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده ان الست تساعد جوزها، وما كانتش تساعد جوزها مش عارفوا يطلعوا أولاد عايشين عيشة كويسة. رجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا آراء الناس في الشارع، وفي انقسام شديد ما بين مؤيد ومعارض. وبرجع لكم مرة تانية، ويمكن فكرة أو كلمة خربت البيوت النسويات، إن هما خربين بيوت، إن هما بينصحوا أحيانا للستات لو واحدة جوزها مثلا خانها تقولها اتطلقي،
على طول من غير او عامله معاه مشكله صغيره تقولها انفصلي سيبيه وامشي. برضو رايي في الموضوع دوت يعني ممكن تخرب بيوت اللي فيها الراجل اللي على راسه بطحه او تخرب البيت اللي فيه نقص في اماكن معينه. لكن انا مفيش حد كامل استاذه نهلة يعني مفيش بيت بس كامل. انا مثلا جوزي قايم بدوره على قد ما يقدر، فاهمه قصدي يا ساره؟ مغطي حته او مثلا بيحاول يساعدني بطريقه معينه، ما بيجيش عليا بطريقه معينة. والنبي لو سمعت 100,000 واحده تقعد تقول لي جوزك ده راجل مش كويس، لا ما انا شايفه الحياه. بس في اوقات كده بتبقى الست ضعيفه من كتر الحمل من الحمل الثاني يا ساره. الضعف هيجي لي من الطرف الثاني، لو الطرف الثاني مش مقويني هبقى ضعيفه. ممكن جدا. الفكره مش فكره الطرف الثاني مقويني ولا لا، انا من جوايا مقتنعه بمبادئ ولا لا، ولا كلمه بتجيبني وكلمه بتوديني. انت رايك ايه جهاد؟ هل فعليا النسويات او الفيمينست هم من خربين من الناس اللي بيقولوا عليهم خربين بيوت، دايما ينصحوا نصائح كده عميقه وتحسي انه ست ممكن لو ست على قد حالها؟ شفنا في التقرير سيدات على قد حالهم، هم شايفين من وجهه نظرهم مش قادرين يفرقوا ما بين المدعيه والنسويه، فانت شايفه ان هي ممكن تكون في وقت من اللحظات او لحظه من اللحظات تكون خربت بيوت؟ طيب احنا ليه بنبص للست مهما كان تعليمها على قدها ان هي فقدت الاهليه؟ مين قال كده؟ لا روحي طلقي هتروح تتطلق، ما هي زي ما بتسال نسويه هي بتسال شيخ وبتسال لا خدي بالك انا هقطعك بس دقيقه واحده لانه يعني من الظلم جدا ان احنا نتهم امراه يعني امراه او ربه منزل ان هي فقدت الاهليه. لا طبعا بالعكس، ده احنا اتربينا على قديها والمجتمع كله اتربى على قديها. انا بتكلم على انه ممكن تكون عفويتها وطيبتها تصدق اي حد، مش هتصدق يعني اي حد لانه بنيه صافيه وبنيه خير. خصوصا لو انت قدامها ايدل، يعني لو انت قدامها ايدل تطلع في التلفزيون حد بيتكلم على الفيسبوك خلاص كلامك. لا الناس ما بقتش ساذجه كده، يعني هتاخد راي كذا حد وفي الاخر هي هتعمل تقعد مع نفسها وهتستفتي قلبها او عقلها او ايا كان او ظروفها. لانه بجد ما هو الطلاق دي يعني هتطلق ازاي لو هي مش مستقله او ما عندهاش بيت او ما عندهاش فلوس؟ في الاخر الموضوع كله راجع ليها هي ولظروفها. يعني هي طبعا اللي تقدر ان هي تاخد القرار مش لما حد يقول لها تعمل كده. طبعا ممكن تبقى فاهمه قصدك. طيب يا ساره ان دايما احنا يعني علميا بنقول ان الست بتسمع اكتر بودنها وبتحب بودنها وبتكره بودنها، يعني ست ودنها حاجه مهمه شوي. بس برضو لو انا مستقره جوه البيت مهما مين اتكلم بره. طيب هل انتوا شايفين ان الفيمينست انا او النسويات هل هم موضه ولا هم حاجه هتكمل؟ هي الحركه النسويه اصلا ده من 100 سنه مش طبعا. مش جديده اللي بيحصل دلوقتي. اللي بيحصل دلوقتي السوشيال ميديا بقى والايدلز اللي بنشوفها ابتدى الناس توعي. لا خلي بالكوا في مدعيات مش نسويات، في ناس بتتظاهر، في ناس بتتاجر بده، في ناس قلبت ده بزنس. طيب هتكمل يا جهاد الفيمينست او النسويات الموجودين بالشكل الجديد بتاعهم ولا هتبقى موضه وخلاص؟ هتكمل لانه هو مش نسويات بس، هو في رجاله بيدعموا القضيه النسويه. ما هو نسوي يعني بيدافع عن حقوق المراه، ففي رجاله بيدافعوا وفي ستات بتدافعوا، في رجاله بيدافعوا عشان يتعرفوا على ستات او زي محمود كده رئيس تحرير. لا ده اكتر حد نسوي بجد ذكوري طبعا. يعني في رجاله بتدعم حقوق المراه اكتر من المراه نفسها، في ستات بتظلم المراه اكتر من المراه نفسها وكده كده ده هيكمل. هي نهلة انت كمان شايفه من وجهه نظرك انه النسويات او الفيمينست دول موضه وهتعدي هتاخد وقتها وتعدي ولا حاجه لا هتكمل؟ لا طبعا دي حاجه هتكمل، وفي النهايه لا يصح الا الصحيح. اللي هيبقى عنده وجهه نظر فعلا بناءه او هتساعد الناس ذكيه وبتفهم كويس وبتعرف تاخد بالها من الكلام ده كويس، اللي عنده فعلا حاجه يقدر يكمل بيها يكمل بيها، لكن الشخص الضعيف او الشخصيه الضعيفه لا مش هتكمل. يعني في الاخر احنا بنوصل ان النسويات لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وفي الاخر احنا اللي بنقدر نفرق ما بين المدعيه وما بين النسويه. انا بشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده في كلام البنات، واشوفكم قريبا برضو. يعني كلام البنات ما بيخلصش وكلام المراه عموما عمره ما هيخلص ابدا. شكرا لكم مشاهدينا، فاصل وهنرجع مره تانية هنتكلم عن تحقيق استقصائي عن اغتصاب الاطفال بعد الفاصل.